يرجع تاريخ قرية الفخار بمدينة الفسطاط إلى الفتح الإسلامي، مختصة بصناعة الفخار، وهي من أقدم الصناعات التي احترفها الإنسان. وفي مصر عرفت هذه الصناعة منذ آلاف السنين، وانتقلت من جيل إلى جيل إلى يومنا الحاضر. اسمي فاروق صالح، بدأت المهنة دي وأنا عندي سن 8 سنين. صناعة الفخار صناعة قديمة من أقدم الصنع، أساسها الفراعنة، وطبعا تطورت حتى إن إحنا وصلنا للدرجة اللي إحنا فيها دلوقتي بالنسبة للمهنة. صناعة الفخار دوت 100% صناعة من البلد، يدوية 100% مصرية. بنجيب الطينة من جبل في أسوان، الطينة دي نوع اسمها طينة أسواني. بيروح شق التعبان في كسرات هناك ومطاحن بودرة، بيطحنوه وبيجيبوها لنا. طريقة تجهيزها عندنا، احنا نقعد في أحواض بنضيف عليها مية بتتخمر ليومين أو ثلاثة، بندوس الطينة ديت لحد ما بتبقى شبه العجين بالظبط،